يقول أحد الإخوان: صديقي يعني قام والعياذ بالله باقتراف جريمة الزنا مع فتاة، فلما حملت أخبرته، ويعني هو يسأل الآن يعني هل يمكن أن يساعدها في مسألة الإجهاض. يعني الآن شتوا المصيبة، الإنسان لا يفكر إلا في نفسه وفي شهوته، هذه الأنانية، الأنانية المقيتة التي تعمي وتصم، تعمي البصر والبصيرة. انظر إلى لذة يعقبها ندم، تلك التي زنيت بها أختك. وإن شابا جاء إلى رسول الله قال ائذن لي في الزنا وكان صادقا، فيقول لها: هل ترضاه لأمك لأختك لزوجتك لابنتك؟ وهو يقول: لا، جعلناه فداك. فيقول: لا. إذن فكذلك كل الناس لا يرضونه لأقاربهم، هذا حينما كان الإنسان يعيش على فطرته السوية. أما اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذه أختك يا أخي، هذه أختك، لا تعتدي على عرض المسلمات، فمن زنى زني به. ثم بعد ذلك أنتم ترون تحمل هذه الأخت ديالنا والبنت ديالنا، وبعد ذلك تخبره أنها حامل وأنها لا تريد أن يفتضح أمرها، وهي إن شاء الله تريد أن تقوم بالإجهاض، فتحتاج إلى مال، خصك تعاوني، وإلى طبيب يقوم بهذه العملية، ها؟ وإلى من يعينها، يعني يعاونها، كي يسقسي واش يمكن إن شاء الله يعاونها بهذا الشيء، يعاونها في الفليسات ويعاونها. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. من خلال هذا أنا أوجه إن شاء الله تبارك وتعالى توجيهات فقط. أقول للشباب من الجنسين، نبدأ إن شاء الله بالمرأة: أيتها الفتاة المؤمنة، إذا سلمت نفسك فقد أهنت نفسك، ومن يهن الله فما له من مكرم. وها أنت الآن حملت، وأنت لا تريدي أن يفتضح أمرك، وتريد بعد ذلك أن تقوم بعملية إجهاض، أي تنتقل من الزنا إلى القتل، وهذا القتل هل هو آمن؟ أي أنك ستقومين بالعملية بدون أن يحدث لك أي ضرر بدني أو نفسي؟ كم من امرأة ذهبت لكي تقوم عياذا بالله بالإجهاض، وإذا بها تصاب بنزيف ويؤدي إلى أمراض وآثار خطيرة على نفسية المرأة وعلى بدنها، وقد يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة. ثانيا، حينما تحملين عن طريق الزنا، من الذي يقف معك؟ كلهم سيتخلون عنك، لأن أثر الزنا لا يتبدى على الذكر، إنما يظهر على المرأة، فالمرأة المسكينة هي التي تتحمل والعياذ بالله كل الآثار المدمرة نفسيا واجتماعيا وبدنيا. وإذا كنا نقول لبناتي: علاش؟ علاش تثقوا في هذا الشيء؟ علاش؟ علاش ما تخافوش الله؟ علاش ما تحافظوش على شرفكم؟ من ذا الذي سيقف معكن الآن؟ من؟ من؟ يغرنك كلمات عذبة تسيل على لسان من يريد أن يفترسك. إن فتح الذئب لفمه يتظاهر بالابتسامة ليست أبدا ابتسامة، ولكن من أجل أن يزرع الطمأنينة في هذا الذي يريد افتراسه. فكلمات معسولة من قبل شاب لشابة، المقصود منها عياذ أن يصل إليك وأن يستحل ما حرم الله، وحينما يقضي حاجته يلقي بك في سلة المهملات. أنا أنت يا بنتي العزيزة علي، أنت اللي راني نتكلم معك، لو سمعتي. هذه إن شاء الله رسالة. الرسالة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى للآباء، ينبغي إن شاء الله أن نربي أبناءنا على
لا حول ولا قوة، على العفاف والعفة، على الحشمة، على الحجاب، على الإيمان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا ينبغي للآباء والعياذ بالله أن يتركوا الحبل على الغارب لأبنائهم وبناتهم. هذا على أبناتي. ثم للشباب إن شاء الله تبارك وتعالى، يا أيها الشاب، هذه أختك، هذا عرضك، كيف تسمح لنفسك أن تحتدي على عرضك؟ عرض أختك الله يحفظك. ألا تتقي الله؟ ألا تخاف ربك؟ ثم لماذا تكون أناني عياذا بالله؟ تقضي حاجتك ثم بعد ذلك أثر ذلك يظهر على أختك، ثم لا تفكر في العواقب. هنالك من تنتحر، هنالك من تقوم بالإجهاض، هنالك من يفتضح أمرها في العائلة، هنالك من يتبرأ منها عائلتها، هنالك من تفر من بيتها. كفانا دمارا وقد اشتعلت النيران في بيوت المسلمين أيها الناس. ثم بعد ذلك تطلب منك إن شاء الله تبارك وتعالى أن تعينها على الإجهاض. أنا الآن كنقول لهم واش بغيتوا الفقيه حتى توقع لكم هذا الشيء وتقولوا له واش نمشي نعاونها على الإجهاض؟ بغيتوا الفقيه يقول لكم روحوا قتلوا ثانيات؟ يا كان الأولى أن يسأل الإنسان قبل أن يقع في هذا. ولذلك كان يقول في التوجيه الأخير، قبل أن تسأل الفقيه عما تصنع أنت أو هي حينما تقعان في الزنا فتحمل، فبدل أن تترك الأمر حتى يقع الفأس في الرأس لتسأل الفقيه، اسأله قبل أن تفعل ذلك. أما وقد وقع فإن الفقيه لا يمكن أن يقول لك اذهب وقم بالقتل بعد أن زنيت. هو يقول لك أقل الأضرار، أقل الأضرار إذا قدرت توصل لهذا الشيء هو أنكم تعالجوا المسألة أقل لكي تقعوا في أقل مفسدة. تحاولوا تعالجوا المسألة. شيء زواج متأخر، هذا هو إلا أبغاو الوالدين ولا ما بغاوش روحوا سقسيوا العلماء الآخرين. أما نحن فقد مللنا من هذه الأسئلة. أنا على جبت هذا السؤال أنا فقط لكي أجعله إن شاء الله مثالا من خلاله أتوجه بهذه الإرشادات والتوجيهات لبناتي. خافوا ربي، انتم اللي ضيعات لأولادي، هذه أختك لا تعتدي عليها. أما حينما يقع الفأس في الرأس فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس للفقيه إلا أن يقول اتقوا الله وعالجوا الأمر بأقل المفاسد، واسألوا المجالس العلمية في هذه الأمور والنوازل التي كثرت. هذه واحد المرأة قالت لي الله يجزك بخير، أنا الولد نتاعي الآن مريض وأصبح جلده يطفح بدمل، يعني ذوك الحب، وبقى يسيل بالماء حتى أنه يخرج الدود منه، والآن إن شاء الله تبارك وتعالى يرفض أن يزور الطبيب. وأنا كنقول لخويا اللي ولد خصنا نديوه، ولكن هو يقول لهم ما تديونيش إلا بغيتوا رضا نتاع سيدي ربي، تركوني وحنا ما قديناش نشوفوا فيه هكاك. والاخ نتاعي كيقول لو كان غادي نسيرو حتى نديوه للطبيب انا خايف يسخط عليا، انا اخاف من سخطه، انا اريد ان شاء الله تبارك وتعالى ان انفذ ما يريد ابي وما يرتاح له، انا اخاف ان اخذه الى الطبيب. يخاف اسمه، يخاف الى الدار الطبيب يسخط عليه الوالد. اسمع يا اخي، والدك هذا مريض ومرضه قد أودى به إلى حالة متطورة جدا إلى الدرجة التي وصفت، كثرة الدمل إلى درجة أن الدود بدأ يخرج منه، فلا يمكن لإنسان أن يتفرج على الوالد. هو معذور، يقدر يقول لك الله يجزيكم بخير ما تديونيش،
ربما يجول في خاطره أنه لا يريد أن يجزعكم، أن لا يريد أن يفجعكم في المال، أن لا يريد أن يقض عليكم مضاجع راحتكم. ربما هذا الولد بتاعكم هكذا، وربما أيضا يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مقتنعا بما يقول. ففي الحالتين معا وجب عليك أيها الولد البار أن تأخذه إلى المستشفى للاستشفاء. لا ينبغي أبدا أن يكون الأمر إلى الأب، اللي يكون مريض اللي صحيح واللي تكفل به، وخا يقول لا، خذه إلى المستشفى لتلقي العلاج، لعل الله تبارك وتعالى يتداركه بالشفاء. ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعليك إن شاء الله تبارك وتعالى أن تأخذه إلى المستشفى، واجب عليك يا أخي. ما بغاش نديها سيدي، غادي يزعف عليا، خليه يزعف عليا، أنا كندير لي أمرني الله تبارك وتعالى. لا يمكن للولد أن يتفرج على أبيه دون يخرج منه وما يديه شاهد بدعوى أنه غادي يسخط عليا. لا، يخشى عليك بين يدي الله تعالى إذا لقيت الله وأنت مفرط في القيام بواجبك نحو أبيك أن تكون عاقل. لا طاعة للوالد في هذه الحالة. من حق المسلم على المسلم أن يقف معه، أن يسانده. فكيف إذا كان هذا المسلم أبوك، وكيف إذا كانت حالته حالة حرجة جدا؟ فوجب عليك أن تأخذه. غادي يكون الإنسان مسخوط لو كان يخليه، وسمعت ناسي، غادي يكون الإنسان عقل ولي لو تركه هكذا. كيف يتحمل الولد أن ينظر إلى أبيه دون يخرج منه وهو والعياذ بالله ما يديه شيء؟ لا، خذه. ولا قال لك مسخوط لا ترد عليه، فالله تعالى يعلم أنك إنما تقوم بواجبك نحو أبيك. كن مهني إن شاء الله تعالى. السؤال تاعك هو إلا ديته تخاف العقوق ديالو ديه، ولا سخط عليك. ما بني على باطل فهو باطل. العقوق هو عياذا بالله أن تنظر إلى والدك دون يخرج منه وانت لا تأخذه بدعوى أنه يقول لك اللي بغى رضا يخليني هنا. لا 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 لا، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله.